هذه الميدالية كتمنحها الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير المتواجد مقرها بكينيا في نيروبي، كتعطيها كل 3 سنوات الشخصية على المستوى الفردي يعني شخصية، وكان هناك جوائز للمؤسسات، هذه جائزة كتعطى الشخص، وأول مرة حصلت عليها مغربية امرأة من بين 15 مترشح لهذه الجائزة. والإطار ديال انتقاء المترشح لنيل هذه الجائزة جد عويص، لأنه كتقدم الملف ديالك، هناك تقييم من طرف رؤساء دول، من طرف وزراء، من طرف معاهد، من طرف جامعات إفريقية، من طرف خبراء في إدارة العامة، من طرف المجتمع المدني. فالملف ديالي كان هو أحسن ملف، لأن المسار ديالي كله كان مبني على الاستحقاق وعلى الجدارة وعلى الجدية في العمل وعلى التفاني في الخدمة وعلى كذلك أخلاقيات المرفق العام.